ده دليل ان فعلا ما يحققه النادي الاهلي ليست بس على المكاسب المحليه ولكن على المستوى الدولي وكمان رفع اسم مستوى مصر. فعايزين نعرف من حضرتك الحوار والمكالمه كان محتواها ايه يا فندم؟ طبعا يا كابتن هاني، الحمد لله يمكن اليوم زي ما اشرت الحمد لله عدى بشكل يليق يعني باسم النادي الاهلي، وكان يمكن الاحتفاليه كانت على قدر النادي على قدر الحدث نفسه. صحيح، بقى لنا شهور يمكن شغالين في الملف ده من ساعه اعلان الوحده الاقتصاديه ما بين النادي الاهلي وشركه السادات، ويمكن يعني كان في طبعا كذا ملف منهم طبعا قناه الاهلي الحمد لله خرجت للنور بشكل مميز جدا. صحيح. برضو استغل الفرصه دي ان انا برضو ابارك لكم على البرنامج الجميل الجديد اللي انتم متالقين فيه يوميا ان شاء الله. من هتشرفنا امتى في بقى البرنامج الجميل ان شاء الله بقى باذن الله هنكون موجودين معاكم قريب تنورنا دايما كله كده يعني على حده ان شاء الله باذن الله. فطبعا كان من ضمن الاهداف دي برضو موضوع استاد السلام، اشتغلنا عليه وكنا حاطين بعض طبعا التصورات او البنود التعديل على الاستاد. يعني يمكن انا كنت شرفت ان اكون مسؤول عن الملف ده ومفاوض من مجلس الاداره، ووقتها الحقيقه قعدت مع الناس في شركه السادات، ناس محترمه جدا برضو عايزين نوجه لهم الشكر على المجهود الكبير والرائع اللي عملوه. واختيار الاستاد يا دكتور. طبعا 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 ان هم اختيار الاستاد ده كان اختيار مميز، وان الشغل اللي اتعمل فيه ده كان اكبر كمان. ان الشغل اللي اتعمل فيه بينه واظهره. وزي ما قلت لحضرتك بقى على قدر النادي الاهلي. طبعا احنا بدانا تواصلنا، يمكن انا بدات تواصلي مع الدكتور شريف شديد اللي كان مسؤول عن الاستاد من شركه السادات، وقعدنا عملنا اجتماعات مكثفه وجولات كتير جوه الاستاد لحد ما حطينا يمكن حوالي 20 بند مع بعض ان احنا عايزين نعدل حوالي 20 بند يبقوا متغيرين عشان يبقى الاستاد شكله فيه الايدنتيتي بتاعت النادي. زي ايه؟ ايه اهم البنود اللي يعني اللي تم وضعها لتغيير مثلا لتغيير شكل الاستاد مثلا، ولا مش فاهمه يعني ايه تطويره يعني تطوير لحد تطويره يعني هقول لحضرتك مثلا من ابرز البنود دي مثلا على سبيل المثال احنا بالمناسبه يعني عشان الناس برضو تبقى فاهمه احنا نقدر نقول ان احنا عملنا افتتاح المرحله الاولى. يعني احنا لسه في شغل كتير في الاستاد ما خلصش وما اتعملش، يعني لسه في مرحله ثانيه هنشتغل فيها برضو ان شاء الله على طول من بكره يعني. لكن احنا اللي خلص ده المرحله الاولى اللي هي ابرزها لو هنقدر نقول، اللي هو طبعا تغيير لون المدرجات بالكامل، الكراسي كلها يمكن كان لونها ازرق قبل كده لو عندكم صور مزبوط. قديمه او فيديوهات مزبوط. قديمه كله اتغير بالكامل اللون الاحمر عشان يبقى فيه الروح والايدنتيتي بتاعت النادي الاهلي. عملنا البانرز اللي هي داير ما دور الملعب كده اللي هي اللي فيها طبعا اعظم نادي في الكون ونادي القرن ورؤوس النادي الاهلي. عملنا كمان حاجه جديده يمكن مش موجوده في اي ملعب في مصر برضه، دي يمكن يعني احنا ما ذكرناهاش فبالمناسبه برضه بذكرها لكم النهارده. عملنا ليد سكرينز موجوده في تحت مدرجات الدرجه الثانيه والثالثه عشان الناس اللي يعني سوري حد مثلا نازل بياكل حاجه بيشرب حاجه ده يتابع برضو الماتشات بالظبط يتابعوا لايف زي ما بنشوف في اوروبا. يعني طبعا انتوا كلكم حضرتوا ماتشات بره وبتشوفوا الكلام ده، وكابتن هاني مش حاضر ده لاعب هو حقيقي ده حقيقي الاجواء دي. فطبعا الحاجات دي بتبقى نوع من انواع الانتر اكشن مع الفانز ان هم يبقوا موجودين جوه اجواء المباراه حتى لو غابوا عن المدرجات لفتره هم شايفين كل حاجه بتحصل حواليهم لايف. فده برضو عملناه الحمد لله مع شركه السادات، وفرت ليد سكرينز في المدرجات تحت في الممرات. حلو. برضو عملنا البراندنج الغرف الملابس والجيفت زون بتاعت الممرات والطن اللي بيودي الملعب كله بروح النادي الاهلي وصور رايك النادي الاهلي. حتى الاسماء حتى موجوده في غرفه اللبس. انا شفت اللقطه دي وانتوا كنتوا واقفين لما يعني انا شفت احمد الشيخ اسم احمد الشيخ على اللاكر بتاعه. انا ما اعرفش ده معتاد عليه ولا لا في غرف هو الملابس. هو نوع من انواع الايموشن ونوع من لما اللعيب يخش الباساج ويشوف انه بتاعي المكان ده بتاعي انا بيحس ان ده مكانه وده طبعا عامل نفسي ايجابي جدا جدا، وده موجود طبعا بشكل او باخر في اوروبا. لكن انا شفته كمان بشكل مختلف لان كان الصور يعني رائعه. كمان ما نسيناش حضرتك كمان اساطير النادي الاهلي موجوده، لان طبعاً كمان اللعيب الصغير هو داخل ويشوف اساطير النادي الاهلي موجوده جنبه بيحس بالكيان اللي بينتمي ليه وبتدي له نوع من انواع يعني الكبرياء كمان، وده مطلوب وده مطلوب. وكمان الفرقه يا كابتن هاني اللي بتيجي تلعبنا صحيح يعني فرق بتتخض المفروض تتخض يعني
انت في ايكونز عندك بتخض اي فريق مصري او افريقي، فانت دي برضو بتبقى حريص ان هي تكون موجوده. صحيح. برضو البوكسز الدي اي بي بوكسز دي برضو من الحاجات اللي يمكن استاد القاهره كان ليه بادره فيها في امم افريقيا واتعملت بشكل ممتاز. برضو يعني بنشكر الصراحه الناس القائمين على الملعب وشركات ان هم عملوها بشكل بكواليتي عالي قوي. في 2 في اي بي بوكسز خلصوا خلاص، يمكن انتوا عرفتوا الكلام ده امبارح وشفتوا البوكسز مفروشه ازاي ومعموله ازاي. أيوة. وفي يمكن 10 تانيين هيتعملوا، يعني دول اثنين بس كده بدايه فيز 1، لسه في 10 تانيين هيتعملوا. هيبقى في واحد فيهم مخصص للنادي الاهلي او المجلس الاداره، والباقي طبعا هيكون بشكل تسويقي بقى، ان انت بتحاول تزود موارد الاستادات، لان البوكس دي بتتباع برقم او بتتاجر برقم كبير طبعا. صحيح صحيح صحيح. فدي يمكن يعني عندنا بقى ده ابرز ما جاء في المرحله الاولى. المرحله الثانيه هيبقى في ملاعب فرعيه ان شاء الله، في متحف خاص بالنادي الاهلي، ده المرحله الثانيه باذن الله ان احنا هنشتغل عليها برضو مع الشركه. يعني ممكن حضرتك يكون الملاعب التدريب دي ممكن في وقت من الاوقات كمان التدريبات الفريق الاول تكون موجوده جنب الاستاد، يبقى ده كمان بيسهل عمليه التعود على المكان. بالظبط بالظبط، يعني ده هيبقى برده يعني موجود في خدمه برده الفريق الاول واللعيبه، وهيساعد طبعا اكيد في عمليات التدريب بالنسبه لهم. وزي ما انت ذكرت طبعا الموقع الانجليزي، احنا يعني زي ما تيام قالت يعني يمكن الحمد لله ده قدر النادي الاهلي، يعني احنا مش بنقول كده عشان احنا بننتمي للنادي، لكن فعلا احنا بنشوف ده لما بنحضر مؤتمرات بره، لما بيجي لنا دعاوي من انديه كبيره او مؤتمرات بره، بنشوف ازاي الناس بتحترم النادي الاهلي. دايما تقول لك انت اكبر نادي في افريقيا، انت نادي القرن في افريقيا، فاحنا من المنطلق ده عايزينك تكون موجود معانا. فعين الناس دايما معاك على فكره في العالم كله، عينهم كان موجوده على القناه وقت ما اتعملت، عينهم موجوده على الاستاد. الحمد لله تواصلوا معايا يعني بسابق معرفه بيني وبينهم، وسالوني على بعض البنود اللي انا شرحتها لكم شويه، كلها تلاقوها موجوده برده في الارتكل نفسها. وبدايه الارتكل طبعا زي برده ما تفضلت وقلت ان هم بداوا بشرح اليوم، ان هو كان النادي الاهلي بدا ياخد خطواته للاستاد الخاص بيه تحت رئاسه الكابتن محمود الخطيب، وتحت وجود اساطير وقدامى لاعبي النادي الاهلي في احتفاليه رائعه، وكان فيها العاب ناريه والنسر، وكل ده ذكروه في التقرير وذكروا البنود اللي اتعملت. ده هو طويل قوي من صفحتين انا شايفاه، وبعدين جايبين صور برضو ليه، يعني صور تخص الاستاد من بعيد، ونادي القرن واعظم نادي في الكون، يعني عارف صور كمان صور يعني كتير. انا عشان متابع للموقع ده، الموقع ده هو يعني موقع انجليزي، بس هو ده يعني نمبر 1، يعني هو ده اكتر موقع. انا قلت ده اهم موقع بيغطي اي استاد في اوروبا وفي العالم كمان، فنادرا جدا لما بيحكي عن اي استاد يخص الشرق الاوسط او الوطن العربي. لو يعني لو عملت سيرش عليه مثلا على اخباره مش هتلاقوا، يعني ما في يعني ما شفتش قبل كده ليه اي تغطيه للاستادات في افريقيا، مع ان كان في استادات كتير اتعملت الفترات اللي فاتت، لكن هم الفوكس بتاعهم كله بيبص على يوروب، ويعني استاد توتنهام الجديد مبطوس، استاد روما اللي بيجددوه، ريال مدريد كده يعني. هو الحمد لله النادي الاهلي طبعا هو على صف الانديه دي، في مصاف الانديه دي، احنا اكبر نادي في افريقيا ونادي عالمي، فالحمد لله ده بنفخر بيه وسعداء بيه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل واحسن. وببارك لكم مره ثانيه على البرنامج الجميل. شكرا لك يا فندم، شكرا ليك، وان شاء الله دايما حلم كمان جماهير النادي الاهلي جزء منه الخطوه الاولى اتحققت ان في